ازيكم معايا في خلال الاسبوع اللي فات انا كنت قاعد بستخدم موبايل باستخدام تفصيلي عشان مش عايز اعمل فيرست امبريشنز ولا حاجات تكون متسرعة عشان بعض المشاكل اللي كانت بتحصل على القناة خلال فترة فاتت كنت بتسرع فيها بقول رأيي في حاجات، ولكن انا بقالي النهاردة 5 ايام بستخدم الهواوي P30 Pro. هواوي اجبرتني في الموبايل ده اللي انا استخدمه كموبايل اساسي ما اقدرش الاستغناء عنه يوميا عشان كذا حاجة، وخلينا نتعرف عليها. البي 30 برو بيجي من الخلف باربع كاميرات، الكاميرا الاساسيه كاميرا 40 ميجا بكسل فهتعدادها 1.6، كاميرا بتساعد ان انت تلتقط الصور العاديه زاويه لحد ما نسبيا واسعه بكواليتي ممتازه جدا، وفيها تكنولوجيا جديده وهي الار واي واي بي. موضوع غريب قوي وانا نفسي ما كنتش فاهمه وما زلت مش فاهمه قوي، ولكن اللي انا فاهمه ان في العادي اي صوره بيكون فيها 3 عوامل رئيسيه بتكون الوان الصوره، وهما اللون الاحمر اللون الاخضر واللون الازرق. لما انت تعلي اللون الاحمر وتقلل الاخضر بيعمل لك لون بنفسجي، لما تعلي معاهم الازرق بيعمل لك لون ثالث مختلف انا مش عارف هو ايه. هو اكتشفت انك لو بدلت الجرين والبلو اللي هما الجي والبي اللي في الاخر بيالو يالو بلو، ده هيساعد انك هتلتقط الوان احسن بكتير جدا، وهتقدر ان انت توصل لسطوع او اضاءة في الموبايل ده احسن كتير جدا. انت بتتكلم هنا كارقام، استشعار السنسور ده للضوء هو 40% افضل من الميت 20، والاي اس او بتاع الكاميرا دي بيقدر يوصل ل 409600 اي اس او. الاي اس او او قدرة الكاميرا استشعار الضوء ده عادة بيكون في الكاميرات البروفيشنال زي الكاميرا اللي انا مسجل بيها دلوقتي دي، او الكاميرا السوني اللي انا بسجل بيها من فوق. طبعا انتوا عارفين بقى انا مسجل بكذا كاميرا واتعب في المونتاج، فانت لازم تعمل لايك وتشترك في القناه عشان الموضوع ده متعب جدا. ولكن استشعار الكاميرا اي كاميرا من دول انت بتتكلم في حوالي 12825000 اي اس او، والكاميرا دي برنس الموبايل ده قدر يوصل 409000 اي اس او. فهل ده معناه بقى ان الموبايل ده صوره احسن من الكاميرا بالليل وهيطلع كواليتي خرافيه؟ هو لا، يعني الكاميرا ما زالت سنسور اكبر وصور احسن بكتير، انت ما ينفعش تقارن ده بده، ولكن في عالم الموبايلات ده افضل موبايل في الاضاءه الليليه كصور. انا رحت حديقة ملاهي ما كانش فيها اي ضوء غير مجرد الاضواء اللي على الالعاب، صورت صور بالكاميرا دي غريبة، ولكن اللي ابهرني اكتر لما جيت اصور نفسي في خلفية الالعاب الموبايل قدر يتعرف عليا وانا ما كنتش منور خالص. ولما جيت قارنتها مثلا مع موبايل تاني وهو الايفون 10 ماكس اللي هو المفروض اللي هو كاميرته خرافية وفيها اتش دي ار 10 ومش عارف ايه، الصورة كانت معقولة في الايفون، ولكن لا كان في فرق كبير ما بينها وبين الالوان والحاجات اللي بتطلع في الاضاءه الليليه من الكاميرا 40 ميجا بكسل الاساسيه هنا. بالاضافه للكاميرا الاساسيه 40 ميجا بكسل عندك كاميرا وايد انجل لينس 20 ميجا بكسل فهتعدادها f2.2 بتطلع صور حلوه جدا لطيفه وايد انجل. ما بقيناش منبهرين من موضوع الوايد انجل عشان تقريبا بقى موجود في كل الموبايلات، هنا الوايد انجل 0.6 اكس من الحقيقه، بعض الموبايلات التانيه بتوصل 0.5 او 0.4 فاللي هي مش اوسع وايد انجل لينس موجوده، ولكن روشه موجوده وايد انجل لينز. بس مختلف في كاميرا وايد انجل لينز دي عن معظم كاميرات الوايد انجل التانية اللي هي فيها ميزه الماكرو شوتس، يعني انت ممكن تقرب جدا من الشيء اللي انت بتصوره لدرجه رهيبه وتحصل على شوت ماكرو قريب جدا. انا صورت 200 جنيه وكنت لا يمكن اتخيل ان انت ممكن تشوف الكتابات اللي على ال 200 جنيه من تحت بالنظافه دي، وهنا الكاميرا دي بتعرف تعملها. الكاميرا الثلاثية في الموبايل ده هي كاميرا ممكن معظم الناس يفتكروها مثلا حاجه روشه كديزاين، فلاش اضافي، سنسور غريب، ولكن انت لو ركزت هنا في ظهر الموبايل هتلاقي فيه زي خرم مدور هنا ده، وده اسمه تي او اف كاميرا. التي او اف كاميرا دي هي نفس الكاميرا بالظبط اللي شفناها في الاونر فيو 20 اللي كانت بتساعدك انت تتنطط قدام الجهاز تقدر تلعب الالعاب الجيمنج، والفيتشر دي موجوده هنا في الجهاز ده. لو انت جبت له الدوك وقعدت تتنطط الالعاب دي بتنزل على الموبايل ده وتعرف تعمل الحاجات الهبل دي. وفي نفس الوقت هو اعلان في الايفنت بتاع الموبايل ده ان هم عملوا ابلكيشن الاي ار ميجر، انك تقدر تقيس الترابيزه دي كام سنتي في كام سنتي من مجرد ان انت تفتح الموبايل وتحط على الترابيزه اوتوماتيكلي يعرف مقاساتها واسرع كتير من الايفون. ولكن ولا حاجه من الحاجات دي انا شفتها لغايه دلوقتي، هم قالوا لنا سوفت وير ابديت هيجي يعمل الحاجات دي، ولكن الفتره الحاليه مفيش ولا اي حاجه من الحاجات دي موجوده، وممكن تطول السوفت ويرز عاده بتطول كتير جدا، فما اعتقدش الموضوع ده هيبقى موجود يعني. بس هم بيقولوا ان هي هتبقى موجوده. الكاميرا دي كام ميجا بكسلز؟ مفيش ارقام رسميه بتقال عنها هي كام ميجا بكسل عشان هي ملهاش لازمه عشان انت مش بتصور صور منها، ولكن في بعض المواقع بتقول ان هي كاميرا 5 ميجا بكسل. ولكن الفيتشر الاساسيه اللي بتميز الكاميرا دي عن اي كاميرا تانية موجوده هنا في الموبايل
هي ميزه كانت موجوده في الميت 20 برو من هواوي، ولكن طوروها جامد جدا، وهم الاي اي كولر والباك جراوند بلير في الفيديوهات. الاي اي كولر دي فكرتها ان هي بتخليك بلونك الطبيعي، مثلا لابس تيشرت احمر ولون بشرتك اصفر، وبتخلي كل خلفيه ابيض واسود، بتحس ان هي تفصلك عن الخلفيه في صوره او في فيديو. روشه جدا، ولكن الوقت اللي انا جربتها فيه في الاضاءه اللي بره كانت معقوله، ولكن في اضاءه هنا جوه الاماكن المغلقه كانت يعني بشعه جدا، ما كانش يعتمد عليها تماما. ولكن الفيتشر الخرافيه اللي يعتمد عليها تماما وانبهرت في استخدامها هي الباك جراوند بلور. الموبايل ده بيقدر يعزل مظبوط جدا عن الخلفيه في الفيديوهات، ودي لو تاخدها فيتشر كده في حد ذاتها تستخدمها انت مثلا في تصوير فيديوهات، بعد كده انت تقف وتسجل نفسك بتصور فيديوهات على يوتيوب، بتصور فيديوهات في اي حته باستخدام الكاميرا دي، لا الباك جراوند بلور بيشتغل حلو جدا، هو بيغلطش، اللي هو انا كنت منبهر ازاي بيقدر يعمل حاجه زي كده. انا جريت في اخر الجنينه وطلعت نادي عليها وبحاول اغلطها وبعمل حاجات غريبه ومفيش حاجه خالص، الكاميرا مظبوط. وزي ما بيقولوا كده، سيب الحلو والتقيل للاخر، وانتوا اكيد شفتوا الف فيديو بيتكلم الموضوع ده. ولكن الكاميرا اللي تحت دي هي مش كاميرا، هي مرايه بص على كاميرا 5 اكس زوم. دي لينس ما فيهاش زوم، ودي لينس فيها زوم. اللينس اللي فيها زوم بتقدر انت تفتح كده فاللينز بتطول، فبتديك بعد اكتر او تعمل زوم اكتر في الشيء اللي انت بتشوفه. اللينز الواسعه وما فيهاش زوم بيكون البعد بتاعها بسيط جدا، ما بتطلعش وتنزل عشان هي لينز وايد انجل، ودي لينز الزوم عاده بيكون ليها مساحه. هو عشان يعملوا الموضوع ده خلوا عدسه الكاميرا نفسها هنا ودي مرايه، فبالظبط هم حاطين اللينز كده، بعد كده حاطين لك زي مرايه كده، واللي انت في الاخر شايف ريفلكشن العدسه على اللي بره، فبيديك الصوره اللي انت بتشوفها في الاخر اللي بتكون ب 5 اكس اوبتيكال زوم من غير ما تخسر كواليتي، و10 اكس هايبريد زوم باستخدام ال 40 ميجا بكسل الاساسيه. بصوا يا جماعه خلينا واقعيين، هل ليها استخدام فعلا وانت هتموت وتستخدمها؟ هو بص كتجسس وتطفل على الناس، انت برنس. 50 اكس زوم بتقدر تجيب اي حد من اي حته، مش متخيل ده موبايل بيقدر يعمل 50 اكس زوم. هل ليها لازمه في الاستخدام اليومي؟ هل هتفتح 5 اكس و10 اكس زوم يوميا وتصور بيها يوميا؟ انا من وجهه نظري لا، ملهاش لازمه، بس روشه. لو انت في حفله مثلا وعايز تصور مغني مثلا، هتصور من بعيد المغني ده، لكن في الحياه اليوميه العمليه انا مش شايف في اي لازمه ل 5 اكس او 10 اكس زوم موجود. الكاميرا التلسكوب دي كاميرا 8 ميجا بكسل فتحه عدسه f3.4. العدسه دي من قبل ما ابدا اتكلم كده، ادائها بالليل مش اقوى حاجه، وفيها نويز كتير جدا ومش حلوه كجوده صور، ولا تقارن تماما بالكاميرا ال 40 ميجا بكسل الاساسيه او حتى الكاميرا وايد انجل. الكاميرا دي بعيده جدا عن المنافسه كالوان وحلاوه صور، لا بعيده جدا عن الاثنين دول، ولكن هي ميزه مش موجوده في اي حته ثانيه، فليه لا؟ كل ده ممكن يكون موجود في موبايلات ثانيه زي الاستن بلس كزوم ان، زوم ان 2 اكس في الاستن بلس ووايد انجل وكاميرا اساسيه، كل الحاجات دي موجوده بصور خرافيه والوان حلوه جدا في موبايلات ثانيه. ولكن اللي مخليني مجبر فعلا على استخدام الموبايل ده والكاميرات دي هي الفيديوهات، هو التثبيت البصري او اللي بيسموه اوبتيكال ايمج ستابلايزيشن. تثبيت الفيديوهات في الكاميرا دي خرافي، عشان اشرح لكم الموضوع اكتر اتفرجوا على الفيديو ده. تصوير من الكاميرا الخلفيه للبي 30 برو، او الصوت هنا طالع من الموبايل ده. خلينا كده نجرب نحول ل 1 اكس، وفي فرق في بسيط في الكواليتي، يعني في فرق بسيط في ال 1 اكس، ولكن ما زالت ده ستابلايزيشن موبايل. خلينا نمشي بسرعه شويه، خلينا نمشي بسرعه. ازاي ده ستابلايزيشن موبايل؟ حاول كده وايد انجل تاني. انا مش متخيل ازاي ده، ازاي في موبايل بيطلع الاستابلايزيشن الفحيد ده. لو حولناه ل 5 اكس الموضوع بيبقى غريب شويه والالوان بتختلف كتير، ولكن عموما خلينا كده نروح تاني للستوديو. اكيد لاحظتوا في الفيديو ده ان الكاميرا حلوه وثابته وكل حاجه، ولكن في برضه مشكله قوي ان هو مفيش ولا كاميرا من دول الوانها عدله غير بس الكاميرا ال 40 ميجا بكسل الاساسيه. كل الكاميرات دول بعيده قوي عن المنافسه بالنسبه للفلاكشيب، بالنسبه للميد رينج او حاجه زي كده، دي فيتشرز روشه، ولكن بالنسبه للموبايل فلاكشيب بسعر فلاكشيب كل الكاميرات دي بعيده عن المنافسه ما عدا الكاميرا الاساسيه ال 40 ميجا بكسل. بعيدا عن الكاميرات، تصميم الموبايل ده ولون الظهر بتاع الموبايل ده، هواوي بتسميه بالكريستال المتنفس. انا مش عارف ده معناه ايه بالعربي بصراحه، هو كان اللي هو بريذنج كريستال، هو لون حلو يعني، لون جديد، من البيربل الغامق للبينك اللي داخل على ازرق من فوق، وروش جدا في الشمس بيغير الوانه، وكل زاويه بيكون فيها لون مختلف، وبيروح للاخضر والبينك والازرق، وكل الالوان موجوده تقريبا في ظهر الموبايل ده. واحنا وصلنا تقريبا لحته خلاص ما بقناش ننبهر قوي بالالوان، هو الوان جديده روشه، تصميم روش،
وحلو وجديد، ولو انت ماشي بيه في الشارع كده وحد ايه ده انت معاك البي 30 برو الجديد؟ اه معايا البي 30 برو. ولو هو انت ماسك موبايل شكله مختلف عن بقية الناس فانت ممكن تتمنظر بيه بقى وكده يعني. ولكن غير كده مفيش اي حاجة في التصميم ده مبهرة، نفس الكيرفنس بتاع سامسونج اللي بدأته من الناس 6 تقريبا ايدج هنا موجود وشكله حلو جدا. الكيرف ده في الاخر بيروح لشاشة اولاد الوانها ممتازة جدا، شكلها حلو، الالوان واقعية ومليانة الوان، والاسود بيطفي تماما. والمختلف هنا في الموبايل ده فعلا هي البصمه اللي في داخل الشاشه السريعه جدا، هي مش الالترا سونيك الجديده بتاعت الاس 10 بلس. وانا جبت هنا سيره الاس 10 بلس فحب اقول لكم على السيره دي، تركبوا مقارنه تفصيليه بين الموبايلين دول. الاس 10 بلس كده بقالي كام يوم بستخدمه، انا لسه عملتش ريفيو تفصيليه كنت عاملها مفاجاه، فانا مستني كام يوم كده شويه عشان اتنفس الموبايلين دول كده واحس بيهم من جوايا كده، عشان اقول لكم عشان دول فلاج شيبس، وطبعا اللي هيدفع 18000 جنيه في موبايل مش عايزه يلبس بسببي، فانا بخلي بالي كده من كل كلمه. بس اكيد انك اشترك عشان دي مقارنه هتبقى حلوه وقويه ومتعوب عليها، حاجه محترمه كده. تكون اشترك في القناه عشان تخش المقارنه دي. واحب اقول لك تشترك ازاي في القناه، لازم تدوس على زر سبسكرايب كده اللي تحت ده، وتدوس على زرار الجرس اللي جنبه. ما ينفعش انت لازم تكمل الشغلانه اخرها، تدوس سبسكرايب من غير جرس هيحصل لك مشاكل. نرجع بقى تاني للبصمه اللي احنا نسيناها، وهنا البصمه بالضوء عادي مش الالترا سونيك او الحاجات اللي شفناها في الاستن، بس هي بتشتغل بسرعه، انت بتحط صباعك سريعه حلوه من اول مره. بس الفكره كونها بصمه بداخل الشاشه، فانت محتاج ان انت تكون عارف انت هتحط صباعك فين، يعني انت لو حطيت صباعك فوقيها سنه بسيطه مش هتشتغل، صباعك مش مغطي البصمه كلها مش هتشتغل، لازم تحط صباعك مظبوط عليها على طول وبتشتغل بسرعه وما بتغلطش. بصمه داخل الشاشه حاجه روشه وسريعه وكل حاجه، ولكن انا شايف بصمه داخل الشاشه لسه التكنولوجيا مش حلوه قوي في الموضوع ده، يعني انا محتاج احط صباعي في اي حته في الشاشه البصمه تشتغل، مش مجرد دواريه صغيره جدا في اسفل الموبايل دايما بجد صعوبه ان انا ادوس عليها مظبوط، مش على طول بتيجي. بس هي بصمه. طيب كاسبكس موبايل بقى، انت الموبايل ده بيجي ب 8 جيجا رامات، 256 جيجا مساحه تخزين، يو اس بي تايب سي، ده حاجه اكيده. الموبايل تخين زياده ان هو بيقدر يقف لوحده مش قالب، هي دي مش ميزه هي دي عيب شويه بس. بطاريه 4200 ملي امبير اور، والبطاريه دي بتقضي معاك اليوم كامل بسهوله، مش الموبايل ده مش هيفصل منك في نص اليوم، يعني البطاريات هنا في هواوي بقت كويسه لدرجه الموبايل مش هيفصل معاك، وفي نفس الوقت فيها شحن سريع 40 واط سوبر تشارج من اسرع الشواحن اللي في العالم. الموبايل ده بيقدر يشحن من 0 ل 70 في المية في نص ساعة، أو معنى صح كملي أمبيرز أو أرقام، بيقدر يشحن 3000 ملي أمبير أول بطارية في 30 دقيقة فقط، فده رقم كويس جدا، وتقريبا سرعة الشحن دي مش موجودة في ولا موبايل حاليا. المشكلة الكبرى في الموبايل ده ممكن تكون هي السماعات اللي في أسفل الموبايل، السماعات دي بتتكتم بأسهل الطرق الممكنة، وفي نفس الوقت مفيش اير بيس. هواوي استغنت عن اير بيس وعملت نفس التكنولوجيا كانت مستخدمه في موبايلات شاومي الميكس تقريبا من زمان، اللي هو الشاشه كلها بتفايبريت فبتعمل صوت، انت لو حاطط موبايل على ودنك كده بتسمع صوت المكالمات عادي جدا، ولو حتى الروش في الموضوع ان انت ممكن تحط الموبايل كده اللي هو في نص البتاع عادي جدا وانت سامع الموبايل برضه، مفيش مشكله في الموضوع ده. ولكن مفيش الاستيريو سبيكرز، السماعه دي مش بتشتغل مع السماعات اللي تحت. هواوي قالت ان احنا هنشغلها في سوفت وير ابديت ان شاء الله، ولكن ما اعتقدش الموضوع ده يحصل عشان الموضوع ده اكتريته هاردوير اكتر ما هو سوفت وير، هي سماعه واحده تحته بتتكتم بكل سهوله. الصوت بيتكتم بيبقى وحش جدا جدا جدا، ومن السهل ان انت تكتمها، يعني انت اهي اهي انت ماسك الموبايل بتلعب ببجي كتمته 3 ارباع. ونوصل لتلخيص الفيديو وعنوان الفيديو، وهواوي فعلا اجبرتني على استخدام الموبايل ده بسبب الكاميرات اللي فيه. الكاميرا الاساسيه ال 40 ميجا بكسل دي هي افضل كاميرا في الاضاءه الليليه ببشاعه، يعني بليفل كبير جدا عن معظم كاميرات الموبايلات، وفعلا ملهاش لازمه. بس لو انت حابب يكون عندك كاميرا 5 اكس زوم بتوصل 10 اكس هايبريد من غير ما تخسر كواليتي موجوده، يعني فيتشر حلوه جدا، انا مش بستخدمها ولكن موجوده. والوايد انجل برضو روش في بعض الاحيان ممكن تستخدمه، ولكن نرجع ونقول الكاميرا بتاعت الموبايل ده اجبرتني على استخدامه كموبايلي الاساسي الفتره اللي جايه. كانت هتبقى نهايه فيديو سعيده وهكون خلصت على كده لو انا كنت هقول لكم ده موبايلي الاساسي الفتره اللي جايه، ولكن الموضوع ده هيتم حسمه بعد مقارنه تفصيليه ما بين البي 30 برو، الايفون 10 ماكس، والسامسونج جالاكسي اس 10 بلس. تراكم القناة دي ان شاء الله هتنزل بسرعة جدا على القناة. اتمنى الفيديو يكون عاجبكم، وتأكدوا انكم تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس. اشوفكم في الفيديو اللي